أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله رسول الله، المبلغ عن ربه بالحق والهادي الصراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس للقرآن الكريم، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في هذه السلسلة المباركة الجديدة من برنامجكم يا رب. يا رب، كما كتعرفوا أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفضليات، خصص للدعاء. وكما قلت لكم شحال من مرة بأن الإنسان ملي كيضيق عليه الحال وكيتسدوا البيبان، كيبقى الا باب سيدي ربي سبحانه وتعالى. باب سيدي ربي مفتوح دائما لاي انسان كما بغى يكون، غير بمجرد ما كيقول يا رب الباب كيتفتح. اليوم غادي نبداو ان شاء الله هذه السلسله بواحد موضوع مهم جدا، وهو موضوع ديال اش كيقول، اش خص الانسان يقول باش الدعاء ديالو يتستجب. حنا كلنا كنسولو، حنا كندعيو، وما وداكشي اللي بغينا باقي ما كيتحققش. سيد ربي كيقول في القرآن الكريم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. صدق الله العظيم، هذا كلام سيد ربي، ماشي كلام شي حد اخر. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيقول في واحد الحديث بأن سيدي ربي سبحانه وتعالى مكل واحد الملاك، كل واحد فينا كيقول يا أرحم الراحمين. نعاود نقول، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيقول لنا في واحد الحديث بأن سيدي ربي سبحانه وتعالى مكل واحد الملاك بكل إنسان مؤمن بوجود الله تبارك وتعالى وحدانيته وتفرده بالعبودية، كيقول يا أرحم الراحمين. داك الملاك كيرد عليه كيقول له راه أرحم الراحمين كيتصنت لك، فسل تعطى. صيغة الحديث: إن لله ملكا موكلا يقول لمن يقول يا أرحم الراحمين: إن أرحم الراحمين استمع إليك فسل. وهذا المعنى ديال هذا الحديث، أن الإنسان من كيهز يديه وكيقول يا رب، خصو يستحضر بأنه راه سيدي ربي سبحانه وتعالى مني كتهزيد كنت خاشع، كن ثقاً يقيناً تاماً أنه غادي يستجب لك كما بغى هو وكما كيصلح لك أنت. وشكون اللي كيعرف شنو اللي كيصلح لك؟ سيدي ربي سبحانه وتعالى. أيضاً في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيدي ربي في الثلث الأخير من الليل، سيدي ربي في الثلث الأخير من الليل كينزل للسماء الدنيا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وكيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من صاحب حاجة فأقضيها له وفأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له. المعنى ديال الحديث أن سيدي ربي سبحانه وتعالى كيبغي منا نخصو واحد الجزء من الليل نوضو فيه. إلا عندك شي حاجة بغيتي تقضى لك في الدنيا،
ثلث الاخير من الليل وانت موقن بان السيد ربي غادي يستجب ما فيهاش. كتنوض في ذاك الثلث الاخير من الليل وتتوضا وتتنحى تشوف شي بلاصه في الدار عندك بوحدك ما يشوش عليك حد، وتصلي جوج ركعات وتطلب الله ما شئت، وطلب سيدي ربي داكشي اللي بغيتي، وقول هاد الدعاء اللي قلنا: يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. مني كتقولها داك الملاك اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم بان سيدي ربي وكلو كيرد عليك كيقول لك ان ارحم الراحمين استمع اليك فسل، اي طلب داكشي اللي بغيتي. هاد يا ارحم الراحمين خصنا نستحضروها، نستحضروا المعنى ديال ارحم الراحمين. الراحمين كثار، ولكن ارحم الراحمين شكون هو؟ والله تبارك وتعالى. سيدي ربي زار الرحمه في القلوب، كل واحد فينا كيحس بها، بالخصوص تجاه والديه، تجاه وليداته، تجاه الزوجه ديالو، تجاه خوته. ولما كيكون الايمان قوي تجاه المؤمنين، ولما كيزداد الايمان قوى تجاه الانسانيه كلها. انا اعطيكم مثال ديال هذه القضيه ديال هذه الرحمه اللي ربي زرعها فينا. كتكون غادي في الطريق كتشوف غير وليد صغير غادي بوحدو بلا ما كتشعر، كترد البال داك الدري ياك ماشي بوحدو ياك ما ضايع ياك ما اولا غادي مع والديه، ولكن طالقه مو طالقه كتقول ليها شدي ولدك. شنو اللي كيدفعك تقول هذا الكلام؟ ديك الرحمه اللي زرعها فينا سيدي ربي. وهذه الرحمه زرعها سيدي ربي حتى في الخلائق كلها، كنلقاوها في القطه مع وليداتها، كنلقاوها في النعجه مع وليداتها، كنلقاوها في الحيوانات المفترسه مع وليداتها. هذه الرحمه اللي وزعها سيدي ربي بين الخلائق، رحمته هو كبار كبر كبر، بل هي هذيك الرحمه دليل على انه الرحمن، لانه هو اللي زرع فينا ذيك الرحمه. وفي الحديث ان سيدي ربي قسم الرحمه لمئة جزء، نزل جزء واحد بهنا ترى احام، وخلى 99 جزء باش يرحمنا غدا يوم القيامه. فالمؤمن ملي كيقول يا ارحم الراحمين كيستحضر هذا المعنى، ارحم الراحمين هو الله، ارحم الراحمين هو الله، ارحم منك بابنائك، هو ارحم بابنائك منك. يعني انت كتبغي ولادك وتترحمهم، ملي كتدخل للدار كتمشي كتطلع عليهم لقيتهم ناعسين طيح عليهم الفراش كتنوض تغطيهم، الى بكا كتفيق كتنوض هذيك الرحمه اللي فيك انت وفمه سيدي ربي رحمته كبار من الرحمه ديالك بدوك الوليدات. ولو طلعتم لو ربي سبحانه وتعالى اطلعنا على الغيب يكون يشوف ذاك الحفظ ديال سيدي ربي لذوك الوليدات كيفاش كيحفظهم سيدي ربي سبحانه وتعالى، لان احنا شحال ما حضينا ما غنحضيو شيء، كنحضيو في حدود ديال القدره ديالنا. ولهذا كنقولوا احنا كنقولوا بان الوليدات محضياهم الملائكه ديالهم، اي سيدي ربي هو اللي حاضيهم. فالرحمه ديال سيدي ربي بوليداتنا، الرحمه ديال سيدي ربي بوالدينا، الرحمه ديال سيدي ربي بخوتنا اكثر من الرحمه ديالنا، اكثر من ذاك الاحساس. بل كما قلت لكم هذيك الرحمه اللي فينا هي دليل على رحمته. فلما كنقول يا ارحم الراحمين كنستحضروا هذا المعنى كله، ان الرحمه ديال سيدي ربي كبيره. ولهذا ملي كنقول يا ارحم الراحمين خصها تحضر عندي في القلب وفي العقل، ونقولها وانا موقن بانه سيرحمني. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الدعاء ديالو العظيم لما رجع من الطائف بعد ما تعدوا عليه الناس ديال الطائف، قال يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيدين تجهمني؟ ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما جا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يكمل هذا الدعاء حتى نزل سيدنا جبريل
قال له راه سيد ربي بعث معايا ملك الجبال أمره أن يطيعك في قومك، والقصة معروفة. الشاهد عندنا أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين، قال في واحد اللحظة للرحمن عاد مات، مات مرته أمنا خديجة اللي كانت مغطياه بالحنان وبالرحمة في الدار مع وليدته، ومات عمه اللي كان كيرحمه خارج البيت، فبقاو غير الأعداء صناديد قريش، ومن يمشى للطائف تعدوا عليه ذاك الناس الطائف وسلطوا عليه سفهاءهم وغلمانهم وبداو كيضربوه حتى أدموه. فخرج هو في ديك الحالة البيبان مسدودين، شكون اللي بقى؟ باب سيدي مولاي. ولهذا قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. فما يكون الإنسان في مثل هذه الأحوال، وحنا احنا وحنا كنعيشوا هذه الأحوال، وكثير منا كيعيش هذه الأحوال وكتضيق به وكيتسدوا البيبان وما كيلقى حتى شبه، قل يا أرحم الراحمين. سيدي ربي سبحانه وتعالى، كنعاود نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيقول لنا بأن سيدي ربي وكل ملكا، واحد الملك، بمجرد ما كتقول يا أرحم الراحمين، ولكن ما كتقولهاش بلسانك، كتقولها بلسانك وبقلبك صادرة من القلب، في حالة يعني ديال فعلا استحضار أن الرحمة ديال سيدي ربي هي الباب اللي بقى. لما كتقولها ذاك الملك يقول إن أرحم الراحمين، كيرد عليك إن أرحم الراحمين يستمع إليك أو يسمعك، فسأل، سأل، طلب، طلب أي حاجة بغيتيها يعني ديال الخير طبعا. وأنت موقن، أنت موقن بأن سيدي ربي غادي يعطيك داك الشيء اللي بغيتي كما بغاه هو. هذه فهمة تفهم، باش الإنسان لا يستعجل ويقول لك أنا دعيت وما جاوبني وما استجب ليش أبدا، لأن سيدي ربي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم، ما فيهاش. فإذا شنو اللي المطلوب؟ هو تسأل وأنت موقن بالإجابة. هذا الدعاء يا أرحم الراحمين، ودير الطلب ديالك، دير السؤال ديالك، يا أرحم الراحمين اشفيني، يا أرحم الراحمين حقق أملي، يا أرحم الراحمين أصلح أبنائي، يا أرحم الراحمين يعني أعطي لوليداتي داكشي اللي كيتمناو، هكذا كاع اللي بغيتها قولها بالدارجة، ماشي ولكن قولها تكون خارجة عندك حالة من الحالات، شي وليد يا ربي تصلحه، يا ربي تهيئ لي من أمره رشدا. إذا مرة أخرى أعيد نص الحديث، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملكا موكلا يقول لمن قال يا أرحم الراحمين إن أرحم الراحمين قد سمعك فسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.